وبالعودة إلى تظاهرات ذي قار، ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع من مدينة الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك معنا سيد كاظم. تحية لكم وأهلا وسهلا بكم وبقناتكم وبمتابعيكم الكرام وبحضرتك أستاذ. حياكم الله أستاذ. نعم أستاذ كاظم، يعني حبذا لو تطلعنا على آخر التطورات في الناصرية مع استمرار توافد المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي. خرج اليوم الآلاف من مدينة الناصرية من كل أقضيتها ونواحيها وأحيائها، وتوافد الآلاف إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية قرابة الساعة 8:30 تقريبا، حيث احتشدت الساحة ولم تستوعب الأعداد الهائلة. في الساعة 9 تقريبا تم التحرك إلى بعض دوائر الدولة وأغلاقها، وقد تم وضع قطع عليها مغلق بأمر الشعب. الدوائر التي تم إغلاقها هي دائرة المرور وطرق الجسور وبلديات الناصرية، ودائرة تسجيل عقاري صوب الجزيرة، ودائرة قائم مقامية الناصرية، ومركز تدريب الكهرباء مقابل القائم مقامية. أيضا تم إغلاق دائرة الماء والمجاري، ودائرة الزراعة، ودائرة الهجرة والمهجرين، ودائرة الخزانة، ودائرة الرعاية الاجتماعية، ودائرة النسيج، ودائرة القابلوات، ودائرة الألم اليوم. بالإضافة إلى هذا قد تم إيقاف العمل بمجسر الإسكان الصناعي من قبل مجموعة من المتظاهرين قاموا بمنع العمل بهذا المجسر. هل هناك، نعم سيد كاظم، هل هناك خطة معينة؟ هل هناك جدول زمني لهذه التظاهرات أم ماذا؟ سيد الكريم، لا يوجد جدول زمني محدد، حيث أن المتظاهرين بالذات يعني شريحة الخريجين والكسبة منذ 10 أشهر وهم يطالبون بإيجاد فرص عمل لهم أو تخصيص راتب للكسبة أيضا الذين لا يمتلكون شهادات أو تحصيل دراسي معين. لكن الدولة وسلطة الأحزاب بقيادة مصطفى الكاظمي لم توفر أي فرص عمل، بل إنها تطلق الوعود إلى هذه الشرائح المعدمة بهدف تمييع التظاهرات وتهويد ساحة الحبوبي وعدم خروج المتظاهرين بانتظار أنه سيتوفر فرص عمل لهم أو تخصيص رواتب معينة أو إعانة اجتماعية أسوة بأقرانهم من الكسبة. نحن نعلم جيدا بأن الحكومة هي حكومة منهارة وقد وصلت إلى طريق مسدود، وأن سلطة الأحزاب هي الآن في حالة شيخوخة من عمرها السياسي، وهي تحتضن تقريبا، وأنها سوف لن توفر أي شيء، بل أنها منشغلة الآن بحصصها من الوزارات ومن المدراء والمدراء العامين ومدراء الأقسام وتشكيل الحكومة التي لا تتشكل طبعا. وستكون هناك خطوات تصعيدية جديدة للمتظاهرين للمطالبة بحقوقهم المشروعة. نعم سيد كاظم، يعني في ظل تجاهل الحكومة لهذه المطالب، ما هو الحد الأدنى المطلوب الآن من الحكومة فعله حتى تثبت لربما حسن نيتها؟ يا أخي، الحكومة بالنسبة للمتظاهرين لم تطلب الكثير من الحكومة، هي مجرد تطالب بحقوقها المشروعة بتوفير فرص عمل من أجل أن تقوم هذه الشباب الخريجين والكسبة بتوفير المال المخصص لإعانة عوائلهم ولمجابهة ومواجهة الحياة الصعبة التي تواجهها الكثير من العوائل، خصوصا وأن هناك غلاء بسبب ارتفاع الدولار. الخريجين والكسبة اليوم قرروا، قالوا بأنهم سوف لن تتوقف هذه التظاهرات حتى يتم إيجاد حل لمشكلتهم وتعيين الخريجين وتخصيص رواتب للكسبة، ودون هذا سوف لن تتوقف التظاهرات. ما طبيعة نعم سيد كاظم، ما طبيعة الخطوات التصعيدية التي ستتخذونها في حال يعني استمرت الحكومة ب يعني تجاهل مطالبكم؟ هي الخطوة الأولى، اليوم تم إغلاق عدد من الدوائر كما ذكرت لك، وسوف لن يتم فتح هذه الدوائر حتى تتحقق مطالب المتظاهرين. هي وسيلة ضغط طبعا، ليس إعاقة عمل دوائر الدولة، وإنما هي وسيلة ضغط معمول بها في كل دول العالم من أجل الحصول على حقوق هذه الشرائح المعدمة
من الدولة التي تجاهلت الكثير من المطالب ولعدة أشهر، وهنالك مطالبات وهنالك وعود كاذبة لم تتحقق. الخطوات التصعيدية القادمة سوف ينزل الكثير من الشباب إلى ساحة الحبوبي، وقد تكون التظاهرات كما حصل اليوم، طبعا هناك تظاهرات مرافقية، تظاهرات في الناصرية، وتظاهرات في سوق الشيوخ، وتظاهرات في المجموعة في قضاء الشطرة. هذه التظاهرات أيضا حتى نعم عفوا أستاذ كاظم، حتى في بغداد هناك تظاهرات للكوادر الصحية، هل يمكن أن تتسع رقعة هذه التظاهرات لتشمل ربما محافظات أخرى؟ نعم سيد الكريم، هذا هو ما سوف أقوله لك. هناك عدة محافظات قد اتصلوا بنا هذا اليوم وقالوا بأنهم سيتضامنون مع هذه الشرائح المعدمة، وطبعا ثوار تشرين قد شاركوا اليوم وبقوة شاركوا هذه الشرائح التي تطالب بحقوقها دون أن يطلبوا منهم المشاركة في أي مظاهرات قادمة لإسقاط المنظومة السياسية وغيرها، بل إنهم متضامنين مع هذه الشرائح ومع كل من يطالب بحقوقه. وأن تشرين قادمة أيضا من خلال ما شاهدناه اليوم للتشرينيين الذين خرجوا لساحات التظاهر، تشرين قادمة وتشرين ستعود بقوة في هذه المرة، ونحن نعلم جيدا بأن الفكر قد انقلب وقد تم سحب الثقة من هذه الطبقة السياسية الفاسدة من قبل الشعب، والكل اليوم متذمر من هذه الأحزاب ويطالب بإسقاطها. تشرين سوف تعود من جديد حتى تسقط هذه العروش الفاسدة وتتم إحالة قياداتها وكل من عبث بأمن ومقدرات هذا البلد إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاهم العادل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الناصرية، ناشط في تظاهرات كاظم ماجد.